أهلا بكم متابعي قناة أفكار إسلامية. مما لا يعرفه كثير من الناس أن تاريخ عيد الحب والقصة الحقيقية له يشوبها الكثير من الغموض ويكتنفها الخيال للأسف، ولكننا سنحاول في هذا الفيديو البحث عن الأصول الحقيقية وراء هذا الاحتفال بهذا اليوم الذي يتم كل سنة في اليوم 14 من شهر فبراير. ولكي لا نتهم بالانحياز أو عدم الدقة، فإن ما سنقدمه في هذا الفيديو قد نقل بحيادية من مجموعة من المصادر الأجنبية الغربية، وكل ذلك مثبت في المقالة الموجودة في صندوق الوصف. وتجب الإشارة أننا تركنا موقف الإسلام من احتفال بهذا العيد إلى نهاية الفيديو، فتابعوا معنا. لكن قبل البدء في عرض أوجه هذه القضية المهمة لكل مسلم ومسلمة، رجاء لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات لتصلكم فيديوهاتنا الجديدة، كما نرجو منكم الضغط على زر لايك لنعرف عدد المهتمين بهذا المقطع. أولا، من هو فالنتاين؟ سؤال يطرحه كثير من الناس وخاصة الشباب، لكن يجب في الحقيقة أن يكون السؤال دقيقا في هذه المسألة، وهو قوله من هم فالنتاين، حيث تعد الأصول الحقيقية للقديس فالنتاين ملتبسة وغير واضحة تماما، حيث إن الكنيسة الكاثوليكية تعترف بوجود ثلاثة قديسين عاشوا في أزمنة مختلفة يحملون اسم فالنتاين أو فالنتينيوس، وكلهم قد صادف موتهم يوم 14 من شهر فبراير في ظروف معينة بحسب ما أوردته الكنيسة الكاثوليكية، وهم على التوالي. أولا، فالنتاين الأول. الشخص الأول الذي يدعى فالنتاين ويسمى أيضا فالنتاين روما، كان يعمل كاهنا خلال القرن الثالث الميلادي في مدينة روما، وحينما أصدر الإمبراطور الروماني كلاوديوس الثاني قرارا إمبراطوريا بحظر الزواج على المواطنين الشباب ليزيد من عدد جنده، تحدى هذا الكاهن قرار الإمبراطور واستمر في تزويج الشباب في السر، وحين اكتشف أمره تم سجنه، وبعد ذلك أعدم بحلول يوم 14 فبراير من عام 270 أو 278 ميلادي. وقد تناقلت بعض الروايات أن الكاهن فالنتاين قد كتب في الليلة التي سبقت تنفيذ حكم الإعدام عليه أول بطاقة عيد حب بنفسه يخاطب فيها ابنة سجانه والتي كانت زارته في محبسه، وقد بعث لها رسالة قصيرة موقعة بقوله من المخلص لك فالنتاين. ثانيا، فالنتاين الثاني. أما الشخص الثاني المدعو فالنتاين فتشير الروايات الأخرى إلى أنه هو القديس الذي كان يعيش في مدينة تورني الإيطالية، وقد تم اغتياله بسبب مساعدته للمسيحيين في الهروب من السجون الرومانية التي كانوا يعانون فيها من أنواع شتى من التعذيب أثناء عهد أوريليان الإمبراطور الروماني. فالنتاين الثالث. الشخص الثالث المسمى بالقديس فالنتاين يرجح أنه ليس له علاقة بهذا العيد أو الاحتفال، وقد تم قتله في إحدى المقاطعات الرومانية التي كانت في القارة الإفريقية. ثانيا، هل أصل عيد الحب عيد وثني؟ يظن أكثر الناس أن عيد الفالنتاين هو تخليد لذكرى وفاة القديس فالنتاين، إلا أن حقيقة هذا الأمر قد تكون مختلفة تماما، حيث نجد مجموعة من المؤرخين يؤكدون أن مناسبة عيد الحب ما هي في الحقيقة إلا احتفال وثني روماني يحتفي بالخصوبة، وأن ما قامت به الكنيسة في هذا الشأن
ما هو إلا محاولة منها لتنصير احتفال وثني يدعى لوبريكاليا، لأنها لم تقدر على محو هذا الاحتفال الذي كان شديد الرسوخ في قلوب الناس ووجدانهم. وقد كان هذا الاحتفال الوثني يمتد في الفترة ما بين 13 من فبراير والخامس عشر منه، وهو احتفاء بذكرى مؤسسي الدولة الرومانية روميلوس وريوموس. حسب ما هو متداول في الأسطورة الرومانية القديمة، ففي سنة 800 قبل الميلاد تقريبا، فإن الأخوين روميلوس وريوموس ابني آلهة الحرب مارس ترك على إحدى ضفتي نهر التيبر، حيث وجدتهما ذئبة وقامت بإرضاعهما. ولعل هذا ما قد يتضح أكثر إذا علمنا أن اسم المهرجان لوبريكاليا قد يكون مشتقا من اللفظة لوبوس، والتي تعني الذئبة باللاتينية. وقد استمر الاحتفال بهذا العيد الوثني إلى نهاية القرن الخامس الميلادي، حيث اعتبرته الكنيسة الكاثوليكية أنه عيد غير مسيحي. وأنذاك أعلن بابا الفاتيكان غلاسيوس يوم الرابع عشر فبراير يوم احتفال بالقديس فالنتاين بدلا من عيد لوبريكاليا، وكان ذلك في سنة 496 ميلادية. وهناك روايات أخرى تقول إن الاحتفال بهذا العيد هو احتفاء بإلهة الحب والجمال، الإلهة فينوس. ثالثا، لماذا اللون الأحمر هو المسيطر في يوم الفالنتاين وما هو أصله؟ لقد كانت طقوس الاحتفال في مهرجان لوبريكاليا غريبة جدا، ولعل أشد الطقوس غرابة أن الفتيات يجئن بأكل مقدس إلى إحدى أشجار التين بمعية شابين يكونان عاريين تماما، ثم يقومان بذبح كلب وعنزة، ثم يطلي الشابان جسديهما بتلك الدماء الحيوانية المختلطة، وذلك كرمز للخصوبة والبقاء. ولعل هذا يكون هو المصدر المرجح لغلبة اللون الأحمر على الاحتفال بيوم الفالنتاين. وبعد ذلك ينطلق موكب الاحتفال الذي يتقدمه ذلك الشابان العاريان ويجوبان شوارع مدينة روما وبأيديهما قطعتين من الجلد ملطختين بالدم، ثم يقومان بتلطيخ كل من صادفهما بهما كعلاج وزيادة للخصوبة. والأفضع من ذلك أن النساء كانوا يقبلن هذين الشابين دون حياء، فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. إذن أختي الكريمة، أخي الكريم، في هذا اليوم وأنت ذاهبة أو ذاهب للاحتفال بعيد الحب، هل ستحتفل بعيد القديس فالنتاين المسيحي، أم ستحتفل بعيد الذئبة، أم ستحتفل بمؤسسي الدولة الرومانية، أم ستحتفل بالإلهة فينوس؟ رابعا، ما حكم الاحتفال بعيد الحب في الإسلام؟ إن الإسلام هو الرسالة الحقة التي أرسله الله تعالى إلى البشرية جمعاء عن طريق نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، فكانت رسالته شاملة لكل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة. فالدين الإسلامي هو الدين الذي ارتضاه الله ليكون خاتم الأديان، وهو مبني على تحرير الإنسان وتخليصه مما قد يؤثر على حياته أو يؤذيه. وانطلاقا من ذلك، فالدين الإسلامي أعطى قيمة كبيرة للإنسان، لأن عظمة الفرض هي من عظمة الإسلام، وذلك مصداقا لقوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وبذلك فالإنسان المسلم لله عز وجل في كل شؤونه وأموره، فهو ينظر بذلك المنظور إلى كل ما يجده من حوله، سواء أكان مناسبة أم احتفالا أم غيرهما، فيقيمهما بمقياس الشرع الحكيم، فما وافق الشرع أخذ به، وما لم يوافقه لم يأخذ به. وقد يقول قائل إن الاحتفال بعيد الحب لا ضرر منه
لأنه يعزز العلاقات الإنسانية. فنقول له إن ردنا سيكون عبارة عن أسئلة سوف نجيب عنها بإذن الله. أولا، ما هي السمة الطاغية في عيد الحب أو يوم الفالنتاين؟ والجواب: لا شك أن ذلك اليوم تكون فيه الدعوة عامة لكل الجنسين وخاصة الفتيان والفتيات للمجاهرة بمظاهر حبهما أو غرامهما أو عشقهما للطرف الآخر، وكأن من الواجب في هذا اليوم أن يتم إظهار ما كان مضمرا ومستترا من المشاعر والأحاسيس والأفكار. ثانيا، ما هي الفئة العمرية والاجتماعية الأكثر احتفالا بهذه المناسبة؟ الجواب: أغلب المحتفلين بعيد الحب مراهقون ومراهقات أو شباب وشابات، لا تربط بينهم أي رابطة شرعية أو مجتمعية سوى الإعجاب وما يقولون عنه حبا ينتهي في الأغلب إلى مشاكل مجتمعية. بل الأذهى من ذلك، فقد يصدر عن بعض هؤلاء الشباب بغير حياء والاحتشام في ذلك اليوم ما يستحي أن يفعله الأزواج أمام الناس بدافع الحياء أو الدين أو القيم والمبادئ. إذن ما يقع في ذلك اليوم ما هو في الحقيقة إلا مغامرات عاطفية بعيدا عن أعين الأهل، ولعل هذه المغامرات ما تسفر على نتائج وخيمة، وذلك نتيجة غلبة الاندفاع في ذلك السن وعدم الإحساس بالمسؤولية أو التبعات التي تنتج عن التهور في مثل هذه العلاقات، وخاصة في ظل تهييج الشهوات وتأجيجها من طرف أغلب أجهزة الإعلام للأسف الشديد. والملاحظ بالفعل لحال البلدان الغربية، حيث ضعف الوازع الأخلاقي والديني يجد أنها تقع مصائب حقيقية بسبب مثل هذه الممارسات غير الشرعية والتشجيع عليها، فتجد أنه تحدث مئات آلاف من حالات الحمل، وخاصة للفتيات القاصرات اللواتي يقعن ضحية الانخداع بالشعارات البراقة من كلمات المحبة، ثم عليهن أن تقمن بعد ذلك بمواجهة التبعات غالبا وحدها أو رفقة عائلتها، إما بخوض مغامرة الإجهاض أو الاستمرار في الحمل. لكن الطامة الكبرى هو أن العديد من الدول العربية والإسلامية تسير في الطريق نفسه للأسف الشديد. وعموما فإن الدين الإسلامي يحرم التلاعب بعواطف الناس ومشاعرهم، ومنهم بطبيعة الحال المرأة، بل إنك لا تجد دينا يحترم المرأة ويعظم دورها في المجتمع، سواء أكانت أما أم زوجة أم ابنة أم أختا، كما هو الحال بالنسبة للدين الإسلامي، حيث إنه حث الرجال على أداء حقوقهن وإحسان معاشرتهن ومعاملتهن والرفق بهن في كل أيام السنة، وليس يوما واحدا تلتهب فيه الأحاسيس والعواطف ثم ما تلبث أن تختفي بقية أيام السنة. وعليه فمن أراد أن يتذكر حبه لزوجته أو لوالديه فليتذكره كل يوم، أو على الأقل بين الفينة والأخرى، حتى لو كان ذلك بصورة متقطعة نتيجة مشاغل الحياة. وانطلاقا مما قلناه سابقا، فالخير كل الخير هو الالتزام بأعياد الإسلام وما شرعه لنا ربنا سبحانه وتعالى، وما بلغه لنا نبيه الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم في سنته المشرفة، والتي أقرت حرمة التشبه باليهود والنصارى، وهذا ما أفتى به علماؤنا وفقهاؤنا الأفاضل نتيجة لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدم التشبه بالكافرين فيما يعدونه عيدا واحتفالا. وختاما، لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في قناتنا على اليوتيوب وتفعيل جرس التنبيهات ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء، كما لا تبخلوا علينا بلايك لتحفيزنا، كما أننا سنكون سعداء جدا بزيارتكم لموقعنا الرسمي ومتابعتنا في صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام وتويتر. دمتم في رعاية الله وحفظه،
وإلى اللقاء في فيديو جديد بحول الله. هل أعجبك الفيديو؟ حسناً، يمكنك البحث عن حلقة أخرى. اشترك في قناتنا واكتب تعليقك واضغط زر الإعجاب على فيديوهاتنا لتشجيعنا على تقديم الأفضل.